صباح الخيرات والبركات على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميت غاديو. إن شاء الله صباح الصحة والسلامة لكل الأوفياء. موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة والسلامة ديالكم من خلال برنامجكم صحة وسلامة لكل الناس اللي كان عندهم طلب ملح وشحال من مرة طالبونا بأنه نتكلموا على الفطر الهندي ومختلف الاستعمالات ديالو. فاليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على الفطر بشكل عام، شامبينيون، مختلف الاستهلاكات ديالو طبعا وكيفاش كنستعملوه، وغادي نتعرفوا على المكونات والتركيبة اللي كاينة فيه، وغادي نعرفوا كذلك واش فيه موانع الاستعمال، واش كاينين الناس اللي ما خاصهمش يستهلكوا الفطر نهائيا. هذا الموضوع اليوم ان شاء الله غادي يكون مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. مرحبا بتواصلكم معنا بكل اسئلتكم اللي هي مرتبطه ومتعلقه بموضوعنا اليوم، وان شاء الله نجاوبوا عليها رفقه ضيفنا الدكتور عبد الخالق الرمضاني. ارقامنا هي 05 22 46 72 50 51 او 52. بامكانكم ايضا تواصلوا معنا عن طريق رقم 5080، هو دائما رقم من اجل التواصل معنا عن طريق رسائل الاس ام اس. كيكفي فقط انكم تكتبوا في اول رساله اللي غادي تبعثوا بها كلمه صحه اس ا اش ا، كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤال ديالكم في رساله قصيره اس ام اس للرقم 5080. فخليكم اوفياء وبقوا متابعينا في الحلقه ديال اليوم، ان شاء الله فيها مجموعه ديال المعلومات وكنتمنوا انكم تستافدوا معنا كيف مجرات العاده في كل موعد كيجمعنا مع كل اوفياء من خلال برنامجكم صحه وسلامه وعلى مد غاديو الاذاعه القريبه منكم. فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعد فخليكم معنا. ورجعنا على مد غاديو الاذاعه القريبه منكم، ومن جديد كنرحبوا بكل الاوفياء في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. وكيف ما شرنا اليوم موضوعنا على الفطر الشامبينيون، غادي نتكلموا على الفطر الهندي. بزاف ديال الناس كانوا بغاونا نتكلموا عليه من خلال برنامج صحه وسلامه. كعاده كل يوم ثلاثاء كيكون مرافقني وحاضر معنا الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. صباح الخير دكتور رمضاني، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، صباح النور، صباح التحيه ليك، تحيه للطاقم مجموع، تحيه لجميع المستمعات والمستمعين، ونتمنوا تكون فاتحه ديال الخير ان شاء الله. ان شاء الله في هذه السنه هذو يكون واحد المجموعه ديال المستجدات، يكون واحد العدد، واحد الزخم ديال المعلومات. نعم ان شاء الله تكون فيهم الاستجابه لواحد العدد كبير ديال التساؤلات ديال المستمعات والمستمعين. يا ربي ان شاء الله. ارقامنا غتكون مفتوحه لكل الاوفياء اللي بغاو يطرحوا اي سؤال بخصوص موضوعنا اليوم. 05 22 46 72 51 او 52. رقم 5080 كتكتبوا فقط كلمه صحه وكتبعثوا بالسؤال ديالكم في رساله قصيره اس ام اس للرقم 5080. دكتور عبد الخالق الرمضاني، ربما ملي كنقولوا شامبينيون ولا فطر وحنا صغار كيجي البال ديالنا واحد الصوره لما كنا كنتفرجوا مثلا شي رسوم متحركه، ولا يعني ذاك البطل ملي كياخذ من ذاك الشامبينيون فكتخرج له بقع في الوجه ديالو وفي الراس ديالو كامله. واش هذا كان دائما واحد رساله للوليدات على انه الفطر ولا الشامبينيون راه سام؟ طبيعة الحال، ونتمنوا ان احنا نبقاو غاديين في هذه الرساله هذه. يعني نبقاو غاديين بحكم على ان لي شامبينيون اللي هي الفطريات اللي هي داخله في واحد العالم ديال بعض المرات اللي كتكون نافعه، يعني بحكم القيمه الغذائيه ديالها، كما كذلك في بعض الاحيان كتكون ضاره. فلي شامبينيون بطبيعه الحال يعني نقدروا كاينين منهم اللي هما صالحين يعني نقدروا ناكلوهم ونتناولوهم، وفي واحد العدد كبير ربما غادي نفصلوا في واحد العدد كبير ديال المكونات ديالهم في هذه الحلقه هذه. كذلك فيهم لي زالوسينوجين، لي زالوسينو معنى انهم كاين فيهم واحد النوع انواع ديال الفطريات اللي يخليو الانسان يعني بحال كيتخدر. وكاين واحد الفصيله ثالثة، واحد القسم ثالث اللي كيكون سام وفيه كيقدر يكون مميت الله يحفظ. اذا انا نعلموا وليداتنا يخافوا من الفطريات، يخافوا من لي شامبينيون، خاصه ان احنا في واحد العدد كبير ديال الجوالات اللي غنقدروا مثلا في بعض في لافوغي مثلا كنخرجوا مثلا بعض المرات الغابه احنا والوليدات ديالنا، وداك الشيء كاين الاحتمال ديال انهم يتلاقوا مع واحد بعض الانواع ديال لي شامبينيون. الا علمناهم ان لي شامبينيون راهم كاملين صالحين الماكله، فيقدروا يطيحوا الله يحفظ مع شي انواع اللي تقدر تكون سامه وفي بعض الاحيان كتقدر تكون مميته. نعم، الانواع ديال الفطر هنا دوت عبد الخالق الرمضاني، غادي نبداو بالطلب المليح اللي كان ديال المستمعين الكرام اللي هو الفطر الهندي. اول حاجه الشكل ديالو في البدايه كيفاش كيكون؟ هو اشنو هو هذا الفطر الهندي او لا شامبينيون دو تيبيت او لا اللي معروف كذلك بالاسم ديال الكيفير. فالفطر يعني هو الشكل ديالو هو تاهما دي سبور، يعني واحد الخليه اولى اللي كتلقى ظروف معينه باش تعيش،
وبها باش كتكاثر وكتقدر تكون على شكل ديال شعيرات، كتقدر تكون على شكل ديال الزبده هذه ديال الكفير. وهي الكفير اغلبيه كانوا كيستعملوه لي تيبيتا، كانوا كيستعملوه باش كينقلوا الحليب ديالهم وباش كيكونوه باش كيحولوه لواحد الماده اللي فيها واحد يعني باش كتكون غنيه اكثر بحكم الظروف المعيشيه اللي كانوا كيعيشوها، بحكم الظروف المناخيه، وكذلك حتى يعني الحاله الاجتماعيه اللي كانوا كيعيشوها كان كيكون عندهم هذا مصدر مهم. وهنا كيحلني على باش نطرقوا ربما يعني بشكل عام لي شامبينيون. فلي شامبينيون بطبيعه الحال كاملين هما فيهم واحد العدد كبير ديال المكونات اللي هي نافعه. وهنا ربما ان كنادي ان احنا تولي عندنا العاده ديال ان احنا ندخلوهم في التغذيه ديالنا، بحكم انهم كنلقاهم واحد يعني كاين واحد العدد كبير ديال الاسباب اللي تخلينا مثلا ناكلو. مثلا نبداو مثلا القيمه ديالهم يعني لابور العطاء، الفات انهم غنيين بواحد العدد كبير ديال الفيتامينات، خاصه انواع ديال الفيتامين بي، فيتامين بي 1 بي 3 بي 5 بي 6 بي 9، يعني هادو كاملين انواع ديال الفيتامينات اللي مهمين ومهمين بزاف، واللي عندهم اللي كيعطيونا واحد اللي كيمكنونا ان احنا المناعه ديالنا تكون مهمه. كيخدموا كيدخلوا في واحد العدد كبير ديال الانزيمات اللي عندنا في الدات ديالنا، كذلك كيخدموا لنا في واحد العدد كبير ديال الهرمونات، منهم يعني بالنسبه مثلا الهرمون تيرويديان باش تولي اكتيف ضروري خاصها انواع ديال واحد النوع ديال الفيتامين بي، كذلك حتى لي زورمون ستيرويديان تما كيحتاجوا يعني ولي كنعرفوا هادو اللي كنسميهم لي زورمون ديال القلق، ولكن انهم عندهم واحد العدد كبير ديال الادوار في الدات ديالنا حتى هما خاصهم الفيتامين بي. لا كرواسونس يعني النمو، كذلك فيه واحد العدد كبير ديال الاملاح، نذكر منهم مثلا السيلينيوم، وحنا كنعرفوا السيلينيوم الاهميه ديالو على البشره نتاعنا في النمو، كذلك كنعرفوا السيلينيوم يعني في الحركه الدمويه ديالنا، يعني كان في واحد العدد كبير في المناعه ديالنا، كذلك فيهم الحديد، فيهم لا فيتامين دي، وكذلك فيتامين دي ربما لا طرقنا ليه بوحدو يعني حلقه خاصه، يعني لا 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 هنا هذه غير حاجه سبب من الاسباب اللي كتخلينا ان احنا نطرقوا نتناولوا وندخلوا في التغذيه ديالنا، ندخلوا هاد لي شامبينيون. السبب الثاني ربما الا خدنا عارف الاسباب ربما نقدر نمشيو ل 15 20 سبب اللي خلينا ناكلهم، هو انهم بحكم على انهم كيكونوا غنيين بواحد الانواع ديال السكريات دي جلوسيد، خاصه لي زامي واحد الانواع ديال السكريات دي زاميدون كومبلكس اللي هما ما كيتهضموش يعني والياف كذلك، وهادو كيلعبوا واحد الدور كبير على الصحه باش يكون تاثير ايجابي على الصحه ديال الامعاء ديالنا. وحنا كنعرفوا بحكم التغذيه ديالنا كيفاش دابا ولات، ف الحاله ديال الجهاز الهضمي مسكين ديالنا كيفاش ولا، يكفي ان احنا نديروا واحد الاطلاله على العدد ديال الامراض اللي ولات كتصيب هذا الجهاز هذا. كذلك فيهم واحد المكونات من مثلا لي غليكان لي سيتين، هما واحد الانواع ديال البروتينات اللي معروف عليها اللي ثبتات واللي دارت واحد العدد كبير واحد من الدراسات اللي بينت على انها عندها واحد البعد وقائي ومحاربه ديال الخلايا الورميه، وبالتالي هذه يعني طريقه من الطرق باش كنحاولوا لا بريفونسيون كوقايه باش ما نتصابوش من واحد العدد كبير من الاورام. كذلك غادي نرجعوا لك دكتور عبد الخالق القندري وغادي نتكلموا حتى يعني هذه الفوائد كلها نحصلوا عليها باي طريقه ديال الاستهلاك، فغنرجعوا ان شاء الله نتكلموا عليها، ولكن نتواصلوا مع ام مريم على الخط معنا من اكادير. صباح الخير ام مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عيد مبارك سعيد علينا وعليك، وعشرك مبروكه وشكرا لكم على هذا البرنامج. العفو، مرحبا ام مريم. اختي بغيت نهضر مع الدكتور الله يخليك. تفضلي. مرحبا. انا كنت كناخذ الفطر الهندي. اييه. خديته مده 21 يوم، الفطر الهندي اللي كيدار في الحليب. واخا. كيفير. كنت كناخذه ومنين قطعته جاني واحد الطاش في ظهري بحال ماغو. اييه. وفيه شي حبيبه فرقي وكاين وتيقرصني. ومشيت عند الطبيب دوزت وخرج لي واحد بوماد واحد فانيد
ودابا مني نقطع وفاتني داك الشيء ودابا مني عاود مني نقطعته رجع لي داك الشيء. واخا قال لي دي غير بحال شكل ديال زونه. واخا ام ريم انت الفطر الهندي علاش كنتي كتاخذي؟ اشنو الغايه؟ انا واحد الصديقه قالت لي راه زعما مزيان تيقوي تي مع السن. واخا شحال في العمر ديالك ام ريم؟ عندي 60 عام. 60 عام واخا. ودابا مازال رجعتي الطبيب ولا الاخصائي اللي كنتي متبعه معاه في الامراض الجلديه رجعتي لعندو مازال ولا لا؟ الطبيب ديال الامراض الجلديه قال لي تمشي عند الدكتور ديال العظام. واخا ومازال ما مشيتش عنده. واخا نجاوبوا على السؤال ديالك ان شاء الله. شكرا لك ام ريم، تواصلتي معنا من مدينه اكادير. كانت هي كتاخذ الفطر الهندي لمده ديال 21 يوم، فربما بعض المرات يعني غير بالصدفه دكتور عبد الخالق رمضان لما كنكونوا كناخذوا شي غذاء وكتبان عندنا شي علامه ولا شي واحد من الاعراض وحنا ذاك الغذاء ما كناش موالفين عليه، مباشره كنربطوا انه هو السبب. فواش كاين هذا الاحتمال بالنسبه للحاله ديال ام ريم ولا لا؟ هي يعني ام مريم لحنا الشق الاخير اللي هو بين قوسين موانع الاستعمال ديال نعم غنعرفوا شكون الناس اللي ما خصهمش يستهلكوا الفطريات. اليوم الناس بكل يعني بشكل مباشر الناس اللي عندهم الحساسيه، ماشي اي نوع ديال الحساسيه، الحساسيه الفطريات. واكثريه كانوا في واحد الدراسات اللي كيهضروا على واحد الحساسيه ديال لان ما كاينش ديك الحساسيه اللي كتكون الفطريات وتقدر تكون ماشي ليهم كاملين، تقدر تكون واحد النوع معين لانهم واحد العدد كبير ديال الانواع. اذا هنا في هذه الحاله هذه ملي كتكون ديك الحساسيه ان اليرجي ماشي انتوليرونس، ان اليرجي معنى حساسيه. هنايا هنا في هذه الحاله هذه كان هاد الناس هادو كيتمنع عليهم على انهم يستهلكوه، وهنا بطبيعه الحال الحساسيه هنا في هذه الحاله كتقدر تكون عندها يعني علامات اللي هي تقدر تكون على البشره، تقدر تكون على الجهاز التنفسي وعلى الجهاز الهضمي، هاد يعني بواحد الشكل اللي هو كيكون حاد. شنو هما العلامات اللي كيبانوا الا كان الانسان عنده حساسيه مثلا من هذه الفطريات؟ بحالها بحال جميع الانواع ديال الحساسيه الحساسيات اللي كتقدر تكون عند الناس اللي كيتناولوا اي حاجه اللي كتقدر تسبب لهم حساسيه، يعني ديطاش ولا شي حاجه تبان في الجلد ديالهم، حكه مثلا، حكه ديزيغ ديطاش ديورتيكار، يعني واحد الشكل ديال الحبيبات اللي كيقدروا يكونوا في البشره كاملين، كيقدر يكون عندهم في الجهه ديال الفم ديال الحلق في الشكل ديال، وهنا يقدر يتسبب كيقدر يكون واحد بحال شكل ديال واحد لوديم ولا واحد انتفاخ اللي كيقدر هنا يكون حدا الحلق ديالهم اللي كيقدر يكون عنده واحد يعني واحد الخطوره وهي اللي حاله مستعجله. كذلك يقدر يكون عندهم هذه الحساسيه اللي كتقدر تكون عندها تبان عندنا في الجهاز التنفسي لدرجه انه سي ديكري، يعني هذه مساله اللي مذكوره ان في بعض الانواع ديال الحساسيات ديال الفطريات كما ديال الحويجات الاخرين كيقدروا يتسبوا لنا كذلك في حاله ديال الربو، حاله ديال الضيق، يعني كتكون ديك الحساسيه ديك الاليرجي بواحد الشكل اللي هو كيكون حاد. انا بطبيعه الحال العلاج ديالو هو العلاج المستعجل، وكذلك من بين العلاج الوقائي هو الابتعاد عن الاستهلاك ديالهم. ولكن لحسن الحظ واخا هما مذكورين على انهم هذه حالات نادره ديال الحساسيه ديالهم. اذا باش نكملوا قبل ما نجاوبوا على ام ريم، في دواعي الاستعمال، يعني علاش ماشي دواعي الاستعمال، يعني اشنو من الحويجات اللي قدروا يشجعونا انها كذلك كيف ما كنعرفوا فهذا لي شامبينيون بشكل عام فهما واحد المصدر مهم ديال واحد البروتينات اللي فوتوا شويه للخضر بطبيعه الحال ما عمرهم ما كيوصلوا للمصادر الاخرى ديال الاحماض الامينيه الاساسيه اللي هي مثلا اللحوم، دجاج، سمك، بيض، حليب، ولكن هما اكثر من الخضار والفواكه. كذلك فهما معروف عليهم لانهم بحكم المكونات اللي فيهم اللي ذكرناهم من فيتامينات من املاح، فهما معروف عليهم لانهم كيحفزوا المناعه، يعني كيناسبوا كذلك، وكذلك هذا مساله اخرى كيناسبوا كذلك الناس اللي كي مثلا اللي باغيين يحاربوا السمنه، فبحكم على انهم حتى لانديس غليسيمي كل هذيك يعني ما كيطلعوش لنا السكر بواحد الشكل اللي هو كبير، ما كيعطيوناش واحد ساعة حراريه اللي هي كثيره. كذلك هنا كيوافقوا حتى الناس اللي عندهم مشاكل ديال بحكم على انهم الاستهلاك ديالهم فكي كينقص من النسبه ديال الكوليسترول
وكيعاوننا كذلك باش نكون واحد الوقايه من الامراض ديال القلب والشرايين. وكذلك فهو فيه يعني حتى من ناحيه الصوديوم اللي فيه فبواحد الشكل اللي هو كثير، يعني هنا الاستهلاك ديالو حتى عند الناس اللي عندهم الضغط الدموي كيقدروا يستهلكوه بدون تخوف. ذكرت بحكم لانه غني بالليسيتين الجليكان اللي هما دي بروتين اللي معروف عليهم على انهم عندهم واحد البعد وقائي ومحارب، يمكنوا كذلك الذات باش كتحارب واحد العدد كبير ديال الخلايا الورميه. مصادر كما ذكرت قبيله، مصادر مهمه ديال الحديد مثلا، ديال السيلينيوم، وهادو اللي هما من بين الحويجات اللي عندهم هو انهم كيحاربوا لينا ديك الجذور الحره اللي غادي كوليغ، وبمعنى وبالتالي كيمكنونا باش نحاربوا بزاف الحويجات اللي كيكونوا ما مزيانينش عندنا. نرجعوا للحاله ديال ام مريم من مدينه اكادير، هي شافت طبيب اخصائي في امراض الجلديه اللي نصحها على انها تمشي عند طبيب اخصائي في العظام. هنا شنو الاحتمال ديال الحاله ديالها يكون دكتور عبد الخالق رمضان؟ هنا صعيب. علاش صعيب؟ باش حنا غير بالمعطيات البسيطه نعرفوا اشنا هو المشكل اللي عندنا، واش عندها مشكل، واش فيتامين، ممكن نقص ديال فيتامين دي ونقص ديال الكالسيوم، يعني ما عرفتش شنو السبب اللي خلى الطبيب ديال الجلد يحيلها على طبيب ديال العظام، واش عندها شي بسورياسيس روماتيزم بسورياسيك، ما عرفتش يعني حتى الحاله ديالها ربما وقيل الطبيب ديالها المعالج هو اكثر واحد اللي قادر يوصفها ويعرف اشنا هي المسببات، اشنا هي باش يوصفها بشكل اللي هو غير الفطر الهندي بعيد على انه يكون هو اللي عطاها هذه الحاله. لا ما نظن الفطر الهندي، باش نشرحوا الفطر الهندي شنو. الفطر الهندي كنلاحظوا انه فواحد دائما كنحتا نديروه مع الحليب. علاش؟ لانه هما الفطريات كما كنعرفوا فهما معروف عليهم على انهم ضروري خاصهم حتى هما يعني مواصلينش لديك الدرجه ديال لي فيجيتو ديال مثلا ديال الاشجار ديال انهم يقدروا ياخذوا من الشمس الكلوروفيل ولا هذه وياخذوا ديك الاشعه ديال الشمس ويخدموا بها ويصوبوا منها السكر ديالهم ويصوبوا من فالفطريات فطريات يعني ضروري لهم خاصهم واحد الاساس اللي كيترباو فيه واحد المصادر تاهما خارجيه. اذا مزيان داك الكيفير كنعطيوه الحليب عير ما هو فاش كناخذوا الحليب، يعني هو نوع ديال الشامبينيون كيترقد في الحليب فوالا، يعني كيلقى في الحليب واحد المكان مناخ واحد الوسط اللي هو ملائم ليه باش ينمى باش يتكاثر، وملي كيتكاثر فهو راه كيعطينا واحد العدد هائل من البكتيريات من لي ليفيغ اللي هما واحد الانواع ديال الجرثومات اللي هي مهمه عندنا في الذات ديالنا، وملي كناخذوها هو مصدر ديال لي بروبيوتيك. البروبيوتيك شنو هما؟ واحد المصادر اللي كتغني اللي كتنفعنا باش الامعاء ديالنا هذيك البكتيريات ولا ديك الميكروبات اللي فيها اللي هي نافعه كتكاثر. فالكيفير كذلك هو مصدر من هذا، مصدر مهم من هذا البكتيريات هذه. وحنا كيف ما كنعرفوا فدابا ولا واحد التوجه ولا واحد المعطيات جديده على هذه البكتيريات النافعه اللي عندنا ولا الميكروبات النافعه اللي عندنا في الامعاء ديالنا اللي ولات كتسمى الميكروبيوت، واللي عندها واحد المنافع وعندها واحد الاهميه كبيره وكبيره بزاف على الصحه ديالنا في جميع الانواع، يعني من البشره، من المشاكل ديال الحساسيه، من المشاكل ديال الاورام، يعني جميع المشاكل تقدر تكون عندها علاقه مع هاد الجرثومات اللي عندنا في الامعاء ديالنا. الكيفير هو من بين الطرق الممتازه باش كننميوه. كذلك يعني ولو انه مختلف عليه راه حتى الري مثلا البلدي اللبن البلدي، يعني حتى هي طرق باش كننميو باش كنحركو باش كنحسنو من الكميه من القيمه من لاكاليتي من لاكونتيتي ديال هاد الميكروبيوت ولا ديال هاد الجرثومات النافعه اللي عندنا في الامعاء ديالنا. نمشيو نتواصلوا مع زهره على الخط معنا من اسفي. صباح الخير لاله زهره. صباح النور. اهلا وسهلا بك. لاباس الله يبارك فيك. تفضلي. مرحبا. الله يخليك. نسول الدكتور، انا كان عندي سرطان ديال الثدي دابا 12 عام. نعم. وكليت هذا الفطر واحد المده ديال تقريبا 6 شهور، وبغيت نعرف واش زعما المنافع ديالي مزيان ولا خايب. واخا دابا العلاج ما كاينش الحمد لله، تشافيتي ولا زهره؟ كندير غير المراقبه صافي. واخا ودابا مازال كتاخذي الفطر الهندي ولا لا؟
لا قطعته واحد المده ورجعت دابا هاد الايام ثاني كناخذه. واخا شنو الطريقه اللي كتاخديها به لاله زهره؟ كترقديه في الحليب ولا شنو؟ كنديرو في الحليب مده تقريبا 24 ساعه وكنصفيه وكنعاود نغسلو مزيان ونعاود ثاني ندير ليه الحليب اخر. واخا نرجعوا ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك لاله زهره، كنتي معنا من اسفي. غادي ناخذ كذلك ام يوسف على الخط معنا من جديده. صباح الخير ام يوسف. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله علينا وعليك. عفا كان عندي ولد. نعم. عنده 10 سنين. ايه. وفي 2008 كان تصاب بسرطان الدم. ايه. ودابا راه تشافى الحمد لله. الحمد لله. غير مراقبه من 6 شهور. واخا. ولكن واحد المره درت في شهر 8 هذا اللي داز درت له تحاليل على ليباتيت سي ولقيته تصاب ليباتيت سي. نعم. بداك الدم اللي كان كيزيدوه. دابا بغيت نعرف وهذا الفطر الهندي واش يصلح له، ولا الا كان ممكن الاستاذ يعطيني شي ريجيم ولا نظام غذائي نتبعوا له عفاك. نعم. الوزن ديال الوليد دابا كيف داير ام يوسف؟ الوزن ديالو مزيان، عنده كيوزن شي 34 كيلو. لا ماشي 34، 28. 28. والسن ديالو 10 سنين. وفيه حساسيه ديال بحال دابا من كيكون الضبابه والبرد داك الشيء ديما كيعطس لي. واخا نجاوب على السؤال ديالك. شكرا لك ام يوسف. يعطيني شي نظام غذائي ولا شي حاجه اللي تصلح ليباتيت سي. واخا نجاوب على السؤال ديالك ان شاء الله. العفو ام يوسف، هذا واجب علينا ان شاء الله. دعواتنا للوليد ديالك يوسف ان شاء الله ولكل الوليدات ولكل المريض بالصحه والعافيه ان شاء الله والشفاء العاجل والقريب. نبداو باول سؤال ديال زهره من اسفي. دكتور عبد الخالق رمضاني، كانت مصابه بسرطان الثدي هذه تقريبا 12 عام، الحمد لله تشافات، دابا كاينه غير المراقبه، وكتسولك على الفطر الهندي والحاله الصحيه ديالها، واش كيكون موافقه ولا لا؟ قالت هي المده ديال 6 شهور وقفات، ولكن رجعت له مؤخرا وشرحت الطريقه كيفاش كتاخذوا، اللي هي شرحتي انها كترقدوا في الحليب ومن بعد كتصفيه. هو واخا هو الفطر الهندي، ولكن راه اكثر الناس كيستعملوه راه هما السوفيتيين يعني روسيا. فاش كنمشيو لروسيا كنلقاو تما كاين فين كاين اكثر استعمال، وتما كاين فيه كدار حتى واحد العدد كبير ديال الدراسات دارت في روسيا على واحد العدد كبير ديال الانواع ديال الفطريات، اللي منهم الكيفير اللي منهم الفطر الهندي. فهو بطبيعه الحال ما بين الحويجات اللي ثبتوها الاخوان ديالنا الروسيين هو انه كيحفز لنا المناعه، بمعنى انه كيرفع لنا ليطا جينيرال، كيرفع لنا القوه ديال الدات. وحنا ذكرنا من بين الحويجات اللي ذكرنا الاهميه ديال المسار ديالو، فيتامينات واملاح. فالكيفير كيبقى عنده واحد الخاصيه لانه مصدر مهم ديال الكالسيوم وديال واحد العدد كبير ديال البروتينات، اللي منهم كما ذكرت الجليكان، ذكرت لاليسيتين، اللي هما مهمين واللي معروف عليهم لانهم كيحاربوا واحد العدد كبير ديال يعني كمقاومه، باش يمكنوا الدات انها تقاوم في بعض الاحيان حتى ديك الخلايا الورميه. وهنا كنبغي نشير على ان الخلايا الغير نافعه، الخلايا الورميه، فردات ديالنا فرحنا دائما كيقدروا يكونوا عندنا، يعني غير ما هو المناعه ديالنا، القوة ديال البدن ديالنا، القوة ديال الجسم ديالنا هي اللي كتبقى كتقاومها طول العمر. يعني ما حدنا في صحة جيدة فرحنا دائما كنقاوموا هاد الخلايا الورمية، ولا بعض المرات اللي كتكون كذلك خلايا خبيثة اللي الدات ديالنا بشكل عادي كتقاومها. الكيفير هو كما ذكرت يعني كيرفع علينا من القوة ديالنا، كيرفع علينا من المناعة، وحنا كنعرفوا كذلك الأهمية ديال المناعة في هذا الاتجاه هذا. فكذلك كتسرع لنا من الوتيره ديال لا سيكاتريزاسيون ديال باش ان حنا كنبراو من اي مشكل تصابنا. وهذه واحد الدراسه يابانيه اللي هي تري ريسونت اللي ثبتت هذه المساله. اذا كما ذكرت فهنا الكيفير كذلك اللي يكون داخل بطبيعه الحال، فهنا الا دخلنا الكيفير دخلنا لي شامبينور، فبطبيعه الحال هادو ماشي بوحدهم، فراه ما كنخرجوهمش من واحد النمط ديال العيش. نعم. واحد النظام غذائي اللي هو كامل ومكمول، اللي ضروري يكون فيه واحد يكون متوازن، يكون فيه جميع المصادر اللي الدات كتحتاجها. فانا ذكرت مثلا البروتينات، وذكرت على انهم بطبيعه الحال الكبير ولا لي زوت شامبينيون يعني هما مصدر مهم ديال البروتينات، ولكن ما كيوصلوش ما كيعطيولناش جميع البروتينات الاملاح الامينيه الاساسيه اللي حنا كنحتاجوها اللي كنلقاوها في التغذيه ديالنا الاخرى. دونك ضروري لنا من واحد المصادر ديال سواء الحمص والدجاج، سواء سمك، سواء بيض ولا حليب، اللي هما كيبقاو كذلك مصادر مهمه لهذه الاملاح الامينيه الاساسيه اللي حنا كنحتاجوها بالاضافه الى حويجات اخرين. نعم. ام يوسف من
جديدة كذلك الحالة ديال الوليد ديالها اللي في العمر ديالو 10 سنين تصاب بسرطان الدم في العام 2008، الحمد لله تشافى، ولكن التحليلة اللي دارت له مؤخرا اكتشفت على أنه عنده مشكل ديال التهاب الكبد من نوع السي. فهي كتسولك دكتور عبد الخالق رمضاني دابا يعني على شي نظام اللي غيكون مساعد، فهي قال دابا الحمد لله المراقبة كاينة، العلاج، ولكن بغات حتى على مستوى التغذية ديالو تكون شي حاجة اللي غتفيد الحالة ديالو، غتقوي شوية جهاز المناعة ولا تخليه يخدم مزيان عند هذا الوليد اللي كان تصاب بسرطان الدم. فهي كتسولك حتى على الفطر الهندي واش يعني مفيد في الحاله ديالو ولا لا. هو بطبيعه الحال هنا فاش كتكون مثلا بعض المشاكل ديال بعض الالتهابات، منهم بعض الانواع ديال الالتهابات ديال الكبد فيروسيه ولا دوائيه، يعني ولا يعني كيف ما كان السبب ديالها، فبطبيعه الحال من الحويجات اللي حنا كنديروا هي المراقبه، تفادي العلاج الوقت ديال فاش كتكون الحاله ديال التهاب الحاد. يعني المراقبه ديال الهباتيت سي بطبيعه الحال انا متاكد على ان ام يوسف كتكون يعني غتكون متبعه مزيان مع المختص في هذا الاتجاه هذا باش ما يكونش الله يحفظ شي بعض المضاعفات. ولكن بطبيعه الحال واحد المساله اللي هي كتبقى مهمه كذلك هي النظام الغذائي، واحد النظام الغذائي اللي كيكون متوازن اللي كيلائمه باش كيلائم كذلك حتى المعطيات اللي هي كاينه، اللي منها تواجد ديال هذا الفيروس في الجسم ديالو. وكذلك كاين حتى بعض الاقتراحات، حتى بعض هنا نقدر نقترح عليها مثلا الا كاين امكانيه ديال استعمال واحد الانواع ديال الاعشاب الطبيه اللي معروف عليها لانها نافعه في هذا الاتجاه هذا، واللي تبتات واحد العدد كبير ديال الدراسات، اللي نذكر منها مثلا الفيلونتوس ولا الاملاج اللي هو الفيلونتوس، واللي بطبيعه كانت واحد الدراسه مثلا اللي كانت دارت في الهند يعني اون بارتناريا مع واحد الجامعه ديال نيويورك، واللي تبتات على الفعاليه ديال الفيلونتوس على هذا الفيروس هذا، ولكن للاسف ما تمش الاستخراج ديال لو برينسيپ اكتيف ديال يعني شنو هي المساله اللي كتاثر اللي فعاله في وسط هذاك الاملاج. ولكن الاملاج اضيف الى ذلك على انه حتى من ناحيه المضاعفات من الاعراض الجانبيه من ناحيه موانع الاستعمال فما كاينش ويقدر يستعملهم بدون اي تخوف. ولكن باش من طريقه مثلا ام يوسف اللي بغات تعطي الوليد ديالها اللي في العمر ديالو 10 سنين الاملاج كيفاش غيستهلكوا؟ انا نفضل على انه اذا كانت الامكانيه ديال ان الاقتناء ديالو عن طريق اقراص، وهنا ياخذوا على شكل اقراص مثلا في فرنسا كيتباعوا على شكل اقراص ويقدر يستعملهم يوميا، المذاق ديالهم عادي ويعني سو كونترول فارماسيوتيك، كمعنى انهم حتى الكيمياء وحتى المقادير فكيكونوا يعني متحكم فيهم. وكذلك كيف ما ذكرت مثلا فالفيلونتوس راه نقدروا نستعملوا منه واحد الكميه كثيره بدون اي تخوف، يعني حتى الطفل اللي عجبه واخا يضرب هذيك الكميه اللي حنا قلنا ليه مثلا يضربها في جوج في ثلاثه في اربعه حتى في خمسه ما كاين اي تخوف، بالعكس كتكون كامله بالمنافع. كذلك الاستعمالات ديال بعض الحويجات الاخرين اللي كيريحوا مثلا الكبد، منهم مثلا واحد الانواع كثيره ديال الخضار اللي منها القوقش الشاردوماغي، واحد الديسموديوم، واحد العدد كبير ديال الخضار وديال الاعشاب الطبيه اللي ما عندها حتى شيء، اللي كتريح الكبد وعندها منافع كبيره على الصحه. نمشيو نتواصلوا مع لمياء هذه المره، معنا على الخط من غفساي. اهلا بك لمياء. اهلا، صباح الخير. صباح النور لمياء، مرحبا بك. الله يبارك فيك اختي، بارك الله فيك. كيف الاستاذ لاباس عليه؟ الحمد لله. انا استاذ منطقه غفساي، واحد المنطقه قرويه كتكون في واحد الدوار درت البير، ولكن حنا هاد المدرسه ديال الشامبينيو ولا خضره ولا بالنسبه لنا حنا ما كنعرفوهاش بصفه نهائيه وما كنستعملوهاش اصلا في الطياب. يعني احنا ما كنستعملوهاش اصلا بصفه نهائيه وما كنعرفوهاش كماده، كنعرفوها معلبه واش هي كاينه شي كاينه يعني كماده هكا خضره كتباع ولا غير فقط في ديك المعلبه حنا فقط كنشوفوها ما كنستعملوهاش بصفه نهائيه. واخا ان شاء الله نجاوب على السؤال ديالك لمياء، شكرا لك. نمشيو هاد المره نتواصلوا على هاد البرنامج الجميع البرنامج ديال كنحماقوا عليهم صراحه. شكرا لك لمياء توصلتي معنا. هاد المره عواطف على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء، اهلا بك عواطف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيدايره لاباس عليك؟ الحمد لله عواطف. كنشكرك بزاف اخت عواطف، ما الشكر ديالي تعجبيني بزاف بزاف بزاف. شكرا لك عواطف. انت عواطف انا عفاف. عفاف هي. مرحبا. الحمد لله الدكتور لاباس عليه ديالنا. الحمد لله الحمد لله ربي يخليك. سنه سعيده لكم الجميع. علينا وعليك ان شاء الله. انا نسولكم اختي على نسول الدكتور على هذا الفطر، انا ما فين تيتباع واش يصلح لي؟ انا عندي ميكروفون فارن الكرون
ايوا واش يصلح ليا ناخذه ولا لا، نسول الدكتور ولا جزاه بخير. واخا نجاوب على سؤالك عواطف. شكرا لك عواطف. تتفادي لي مع سميتي. شكرا لك عواطف تواصلتي معنا. العفو. نبداو باول سؤال ديال لمياء، وهنا معنا حتى اس ام اس من عند المستمعين الكرام اللي كانوا كيسولوا دكتور عبد الخالق رمضاني على الفطر الوقت اللي كيدخل الفران، فكيدخل في بزاف ديال الوصفات والشيوات، مثلا البيتزا كاين بزاف ديال الامهات اللي من بين المكونات اللي كدير في ديك البيتزا هو الشومبينيون الوقت اللي كيدخل الفران، فهنا كيسولوا على التاثير كيفاش كيكون. هو بطبيعه الحال يعني هنايا الطريقه ديال الطهي، الطريقه ديال الطبخ، فبطبيعه الحال كتبقى مهمه في واحد العدد كبير ديال مثلا ديال الخضر ديال الفواكه، بطبيعه الحال واحد العدد كبير ديال الفيتامينات، منهم مثلا لاسيد بونتوتينيك اللي هو لا فيتامين بي 5 اللي هو معروف عليه لانه يعني كيبغي شويه هادو الشامبينيون، لي شامبينيون الفطريات هما مصادر مهمه ليه وعنده واحد عدد كبير من المنافع، فهو معروف عليه لانه ما كيصبرش بزاف واحد الحراره اللي كتكون مرتفعه، وهنا بطبيعه الحال يعني الطريقه ديال الطهي ديالهم كيخاصها تكون شويه دوس يعني حنينه، حتى الفران مثلا البيتزا مثلا من الاحسن ان احنا نتفادوا ان دير البيتزا معروف عليها مثلا لانها العافيه خاصها من الاحسن تكون من التحت ولا في الجنب، يعني ما تكونش واحد العافيه اللي هي كثيره، وحتى المده ديال الطبخ ما كتكونش كثيره. فلي شامبينيون اللي ممتاز فيهم على انهم يعني الامكانيه ديال الاستهلاك ديالهم خضر، ولا حتى الطهي ديالهم كيكون على واحد العافيه اللي هي مهيله، واحد الدرجه ديال الحراره اللي هي قليله، وواحد المده اللي ماشي ما طويلاش بزاف، يعني باش هنا باش نقدروا نحافظوا على المكونات ديالها. كذلك ذكرت الحويجات الاخرين اللي هما بالطريقه ديال الطهي اللي حنا كنعرفوها عليهم، فكنقدروا نحافظوا عليهم من قبيل مثلا الاملاح اللي ذكرت منهم السيلينيوم، الزنك، الحديد، الفيتامين دي كذلك، ولو انها ماشي مصدر من الفيتامين دي باش ما تفهمش الهضره ديالي، فهم مصدر فيه واحد شويه ديال الفيتامين دي، فيه دو كوليكالسيفيرون ماشي عفوا ليرغو كالسيفيرون ماشي الكوليكالسيفيرون، يعني ما فيهش ديك الفيتامين دي اللي معروفه اللي حنا كنصوبوه في واحد الفيتامين دي اللي كيشابه. نعم غادي نرجعوا لعندك دائما دكتور عبد الخالق رمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، ودائما في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. فاصل اعلان وراجعين مباشره من بعد وبقوا ورجعنا دائما على مد غادي الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم صحه وسلامه. اليوم مرافقنا الدكتور عبد الخالق رمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. سؤال ديال لمياء من غفساي الدكتور عبد الخالق رمضاني، قالت هما في واحد القريه دوار فما كيعرفوش بزاف هاد الانواع ديال الفطريات ولا الشامبينيون، قالت فقط كنعرفوا في داك العلب اللي كيكون يعني النوع ديال الشامبينيون اللي كيكون معلب، وهنا غادي نتكلموا دكتور عبد الخالق رمضاني على المكونات اللي كتكون في هذا النوع ديال الفطريات، واش هي نفسها اللي تكلمتي عليها او لا لان كيكون داخله فيها مثلا مواد حافظه ولا كذا باش كنحافظوا على مده الصلاحيه ديالها. وكاين مساله اخرى، داك الماء اللي كيكون مرقد فيه الشامبينيون واش ما عنده حتى شي داعي للاستعمال، يعني كيكفي انه كناخذ داك الشامبينيون اللي كيكون في العلبه كنصفيوه وداك الماء كنرميوه؟ بطبيعه الحال فهنايا ملي كنهضروا على فهذاك الماء اللي كنرميوه قبل من القيمه الغذائيه، القيمه الغذائيه بطبيعه الحال ديال الحوايج اللي هي طريين ماشي هي ديال الحوايج المعلبه ولا حتى الحوايج اللي كنحافظوا عليها حتى في البيت ديالنا. فبطبيعه الحال الا ذكرنا مثلا بعض الانواع ديال الفيتامينات، الفيتامين بي اللي هما اللي كما الان ركزت على الفيتامين بي ولو انه كاين انواع اخرى، الفيتامين بي اللي هما كيبقاو لي شامبينيون مصادر مهمه لها، فمهمه ممتازه إلا خدينا الفطريات اللي هي طريه، ولكن كتبقى مصدر إلا خديناها معلبه ولا خدينا حافظنا عليها واحد يعني رقدناها، ولا حيت كاين كذلك الامكانيه ديال الترقاد ديالها بالنسبه للناس اللي عندهم يعني عندهم لا شونس على انهم طاحوا عليها ولقاوها بواحد الشكل اللي هو بواحد الكميه اللي هي كبيره ولكن بطبيعه الحال اللي هي غير سامه وغير غير ضاره. هنا بطبيعه الحال الجن ديالها راه خاصو يكون عند مختص، وهنا مثلا نعطي مثلا ديال فرنسا، فالجن باش يجنيو لي شامبينيون راه كاين قانون خاص، يعني ولو انه الارض تكون ديال مولاها فراه كاين واحد القانون خاص اللي كينظم كيفاش كنجنيو لي شامبينيون.
إذن كما قلت فكتكون حتى القيمة الغذائية ولو أنها كتكون مزيانة فكتكون أقل من فاش كتكون طازجة ولا كتكون بقى يعني ما معلباش. بطبيعة الحال المشكل اللي كيكون التخوف منه هو المواد الحافظة واللي كتقدر تكون بواحد الشكل اللي هي كتير في بعض الأحيان، وبعض المرات ما كنعرفوش حتى أشنا هي هذيك المواد الحافظة، واللي في بعض الأحيان كتقدر تكون هذيك الحساسية اللي حنا كنحنيو منها ولا هذيك التأثيرات على الصحة كتقدر تكون السبب ديالها هذيك المواد الحافظة اللي حنا ما كنكونوش عارفينها. هي اللي كيف ما كنعرفو، فالفيتامين بي معروف عليه لأنه إيدوسوليم، إذا هذاك الماء اللي حنا كنحافظو به على فيه على ديك الفطريات ديالنا فهو كيكون فيه تهوى واحد الكيمياء من ديك الفيتامينات، دونك مزيان الا كانت عندنا الامكانيه ديال استغلال حتى هذاك الماء فراه هو حتى هو كيكون واحد المصدر اللي هو مزيان الفيتامين بعض الانواع ديال الفيتامينات خاصه الفيتامين اللي ايدوسوليب اللي معنا اللي كتذوب في الماء اللي كتمشي مع الماء. نعم كانت سولات كذلك عواطف على الحاله ديالها، كان عندها ميكروب كيف ما قالت هي في على مستوى المعده ديالها، وقالت واش الفطر هنا ممكن يصلح ليها في الحاله ديالها، واش تاخذوا ولا ما تاخذوش؟ هنا كاين بالنسبه العواطف ذكرت على انها كتعاني من واحد المشكل صحي في الامعاء ديالنا اللي هو ذكرت نقدر نكون سمعتها مزيان، قال ذكرت المرض دو كرون اللي هو واحد المرض اللي هو مزمن اللي كيقدر يكون عندنا في الامعاء ديالنا اللي هو ربما وقيلا بوحده خاص واحد الحلقه خاصه ولا هو واحد التعامل خاص واحد النظام غذائي خاص كذلك. فهنايا كتبقى كذلك الاهميه هنا ديال لي بروبيوتيك او الاهميه ديال من غير النظام الغذائي المعين اللي خاصو يكون يعني عنده واحد نظام غذائي هنا كيبقى كيكون مهم بزاف، كذلك الكميه ديال او لا كاليتي النوعيه ديال الجرثومات ديال الامعاء واللي كيبقى الكفير واحد اللي هو الفطر الهندي كيف ما كيحلل واحد العدد كبير ديال الناس باش يسميوه، فكيبقى كذلك واحد يعني كيبقى كينفع في هذا الاتجاه هذا خاصة في الوقت اللي ما كيكون عندها لي كريز لا والو، ما كيكونش عندها ديك النوبات. كذلك نبغي نرجع غير بالنسبة للأخت لمية بالنسبة لغفصاي، فبالنسبة للناس ديال غفصاي يعني قريب لهم بعض المناطق اللي معروف فيها على أنها بعض المصادر اللي هي ديال الفطريات، وخاصة بالنسبة للمناطق اللي قريبة لهم ربما غتكون هي المنطقة الشرقية اللي هي منطقة ديال وجدة جرادة اتسيتيرا، هنا تما كاين هذيك المناطق اللي كتبقى من بين المناطق هنا في المغرب اللي في مصادر مهمة ديال واحد الأنواع ديال الفطريات اللي ربما ما كاينش الإقبال عليها، ما كاينش الاستهلاك ديالها كثير هنا عندنا في المغرب، ولكن ربما في دول أخرى منهم فرنسا كيعرفوا القيمة ديالها، وكفي أن احنا نعرفوا الأثمنة باش كتسوق هذيك المنتوجات المغربية الحمد لله في هذيك البلدان بواحد الثمن اللي هو انكسيسيبل اللي هو باهي بزاف. الوقت ما بقاش لنا بزاف باجوبه مباشره، لسمحتي دكتور عبد الخالق رمضاني معنا اس ام اس من عند معروف من تازة كيقول لك انا عندي مشكل ديال الكوليسترول، عافاك بغيت نعرف واش الفطر الهندي بالخصوص كيقلل من الكوليسترول في الدم ونقدر نستهلكه، واش عنده هذه الخاصيه هذه؟ لا هو كيف ما ذكرنا فمن بين الحويجات اللي فيه لانهم يعني كيعطونا واحد بعض الانواع ديال الاحماض الدهنيه اللي هي بسيطه خاصه ملك الكيفير، علاش؟ لانه كيكون مع الحليب، يعني ما كيعطونا يعني ذكرت قبيله على ان الفطريات مجموعين فهما يعني نافعين بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من مشكل ديال الكوليسترول، هذه المساله اللي ذكرناها، وذكرنا على انه عنده كذلك منافع لقيام واحد العدد كبير ديال امراض القلب والشرايين اللي كتقدر تنتج على هذا المشكل هذا، وهذا بطبيعه الحال ما كيمنعش على انهم هادو خاصهم يدخلوا كذلك واحد النظام غذائي اللي كيكون شامل وفي واحد العدد كبير ديال الحويجات اللي كيكونوا بالمنفعه عليه. معنا كذلك اس ام اس من عند ام سلمى من مكناس كتقول لك عافاك دكتور رمضاني انا عندي مشكل ديال الحجر في المراره، نصحوني بزاف ديال الناس باش ناخذ الفطر الهندي، واش ممكن ينفعني في الحاله ديالي ولا لا؟ بغيت الراي ديالك. الحجر في المراره
الحجر في المرة يعني كيبقى من بين الحويجات يعني في النظام الغذائي الحويجات اللي كأنا كننصح بهم دائما بزاف، والإقبال على الاستهلاك ديال داك الواحد المأكول الأكلة اللي عندنا واللي ما غالياش اللي هي الشعير مع زيت العود. يعني هادو هذه أكلة اللي كتلعب واحد الدور. زيت الزيتون حنا كنعرفوا بحكم على أنه مصدر مهم، واحد لاسيد غرا موناساتوري لواحد الأحماض الدهنية اللي هي غير مشبعه، واللي كتلعب واحد الدور كبير باش كتعاون الذات على انها كتخلص من هذوك المسائل اللي هي زائده، خاصه الا كانت المشكل ديال الكوليسترول. كذلك الشعير اللي معروف عليه لانه كيعاون لنا كيمكننا ان احنا ما يكونش داك لو سيكل انتيغويباتيك، معنى ان اعاده الامتصاص ديال الكوليسترول. كنعرف الكوليسترول والتاثير ديالها، وخاصه يعني واحد العدد كبير ديال الاحيان كيكون عندها دور في هاد الحجيرات هادو. يعني غير هذا الخليط هذا كيكون بعض المرات بالمنافع، ولكن ما كيمنعش على انه هنا في هذه الحالات في واحد العدد كبير ديال الحالات في اغلب الحالات كتكون مثلا يعني العلاج كيكون هو علاج اللي هو طبي بشكل النظام الغذائي كيبقى للمصاحبه. وحتى الاستعمالات ديال بعض الاعشاب الطبيه مثلا ولا بعض الزيوت الاساسيه نقدر ننصحها مثلا بالزيت الاساسي ديال الازير افيغ بيلون اللي كيلعب كذلك واحد الدور كبير هنايا، ولكن كتبقى هذه مسائل اللي هي المصاحبه وكتبقى تعطي نتائج مزيانه، ولكن ما كتمنعش من المراقبه والعلاج الطبي اللي غالبا ما كيكون ضروري. نعم، وحنا دائما كنقولوا على انه الغداء راه كيكمل الدواء، فهما بطبيعه الحال واحد المعادله اللي ما كنقدروش نستغناو عليهم هما بزوج اكيد. وحتى لما كنمشيو مثلا كناخذ وصفه طبيه وكيكون ذاك الوصفه فيها الدواء واش قبل الماكله ولا بعد الماكله ولا وسط الماكله، راه ما جاتش من فراغ، لان كل واحد فيهم كيأثر على الاخر. شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. موعدنا معك ان شاء الله للحلقه الثانيه في العام 2015 غتكون الاسبوع المقبل. شكرا لك. حنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، ان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحه والسلامه ديالكم في الحلقه ديال غدا. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون سعيده عقال، كانت معي في الاخراج وسامحه في استقبال مكالماتكم. ان شاء الله بقيت اوقات طيبه وممتعه قضيوها برفقتنا دائما على الاذاعه القريبه منكم مدغاتيو. الى اللقاء.